من فقد الحزم في أوقاته ندم، مقولة أكدها المشاركون في مجلس المدينة الثامن، والذي تطرق المتحدثون فيه لأبرز مخرجات الحوار الوطني وضمانات تنفيذها، داعين لجنة الأقاليم وقيادات لجنة الحوار ولجنة صياغة الدستور إلى وضع الوطن نصب أعينهم. أن الحوار الوطني الشامل قد خرج بخارطة طريق يمني جديد ومتجدد، ولا شك أن النقاشات والحوارات التي ستجري ستساعد على التعرف أكثر وأكثر على مخرجات الحوار الوطني. 200 مشارك ومشاركة قدموا أسئلة للماضي والمستقبل، ومنذ شهرين لانتهاء الحوار الوطني دون جديد، وكأن خيبة أمل حلقت في سماء الوطن بسبب ما خلفته الأزمة السياسية التي مر بها الوطن، مؤكدين على أن الشراكة الوطنية هي أساس تنفيذ المخرجات. الحوار كان جزء من أعمال كان جزء من العملية السياسية في اليمن، ولكن عندما يتناسى الناس الحوار والجون إلى التناحر يلجون إلى حوار الرصاص، فحوار الكلمة هو الذي يحفظنا جميعا ويقول لنا في الأخير أن هذا الوطن يسعنا جميعا. المجلس تطرق في حديثه إلى قرار مجلس الأمن، والذي أكد فيه أن اليمن ليست تحت البند السابع، وإنما الأشخاص المعرقلين لمسار التسوية السياسية، وأكد أيضا على المدة الزمنية لصياغة الدستور والتي قدرت بعام. بعد مؤتمر الحوار لماذا لم يتم تزمين المخرجات؟ لماذا لم يتم تزمين تشكيل أو ديناميكية المواقف؟ صياغة الدستور، لجنة الأقاليم، الاستفتاء، الانتخابات، لماذا لم يتم تزمين هذه الأفعال؟ لماذا نحن ننتظر الأشياء تكون مطاطة وتأخذ راحتها؟ المواطن اليمني ينتظر هذه المخرجات وأن يلمسها بأيديه. يرى مشاركون أن الوطن تتجاذبه الصراعات، والدستور يمثل صمام أمان له. سامي الحجري، اليمن اليوم.